في الفيديو اللي فات قلنا هنتكلم عن الحملة الفرنسية في مصر، لكن بما اننا اتكلمنا عن الاحوال في فرنسا قلنا برضو لازم نتكلم عن الاحوال في مصر. وانتوا قعدتكم حلوة والحكاوي كتير، تعالوا نتكلم عن المماليك. حجة دخول الفرنسويين مصر حمايتها من المماليك. تعالوا الاول بقى نرتب دماغنا كده عشان ما نبقاش محتاسين ونعرف ترتيب الدول بعد الفتح الاسلامي ايه على مصر. ترتيب الدول، احنا هناك وجايين. اول دوله الدوله الامويه، تاني دوله الدوله العباسيه نسبه لسلاله اصغر اعمام الرسول عليه الصلاه والسلام العباس ابن عبد المطلب، وكان من اشهر حكامها ابو جعفر المنصور وهارون الرشيد وعبد الله المامون. بعدهم الدوله الطولونيه نسبه لاحمد بن طولون، وطبعا مسجده معروف. وبعد كده الدولة الإخشيدية، طبعا من أشهر حكامها كافور الإخشيدي. وبعد كده الدولة الفاطمية، طبعا بقى احنا عارفين المعز لدين الله وجوهر استقلي والحاكم بأمر الله، والراجل ده قصته قصة، عايزين نروح المسجد بتاعه ونصور علشان هو كان طرلالي شوية وله حاجات غريبة قوي لازم نعرفها. وبعد كده طبعا الدولة الأيوبية وأسد الدين شريكو وصلاح الدين والحملات الصليبية، وبعدهم على طول دولتا المماليك. وصلنا الحمد لله على السلامة. نقف بقى علشان نبتدي نقول الحكاية. بدأت فكرة شراء المماليك دي تتسرسب وقت العصر العباسي، وقت بالظبط الخليفة المأمون. وبعد كده أحمد بن طولون اعتمد عليهم اعتماد كلي، وأصلا أبوه كان مملوك تركي أهدي للمأمون نفسه. وبعد كده في العصر الفاطمي اعتمدوا بقى عليهم اعتماد قوي جدا في مصر، والعصر الأيوبي بقى كان اعتماد قوي وجامد قوي في قيادة الجيش. مماليك جمع مملوك، وهو الرقيق اللي بيباع وبيشترى، واسم مفعول لفعل ملك، واسم فاعل مالك وهو عبد مالكه، بيختلف عن العبد بمعنى خادم. المماليك ملهمش جنس أو لون معين، لكن أغلبهم كانوا من بلاد شرق آسيا. بعد غزو المغول القبائل اتشتتت وافتقرت، فبدأوا يبيعوا في عيال بعض، والموضوع وصل للخطف، فبدأت من هنا تظهر تجارة الرقيق. المماليك كانوا نوعين، مماليك بحرية ومماليك برجية أو شراكسة. نبدأ بالبحرية. زمان كانت تفريعة النيل كبيرة قوي، لدرجة أن الناس كانوا بيقولوا عليه البحر الكبير، وكانوا المماليك دول موجودين في قلعة فرودة المانيال، فكانوا بيسموها مماليك بحرية. والمماليك البرجية علشان اتربوا في أبراج القلعة أو شراكسة. تعالوا برضو نظبط دماغنا كده ونقسم التواريخ على حسب رغبة الكاتب والباحث أحمد عوض. هو قسم الموضوع كالآتي: أول فترة أو أول حقبة من 1250 ل 1517، من أول سقوط الدولة الأيوبية لحد فتح العثماني. تاني فترة من 1517 لحد مذبحة القلعة 1811. كل ده كنا بنسخن. تعالوا بقى نحكي الحكاية. ابتدت دولة المماليك البحرية بانتهاء الدولة الأيوبية ومقتل توران شاه. أول واحد كان عز الدين أيبك اللي كان متجوز شجر الدر، اللي شكت فيه فقتلته، فرحت قتلاها مراته الأولانية أم المنصور، فالمنصور مسك الحكم اللي كان عنده 11 سنة ساعتها، فكان لازم حد يقوم بمهام الدولة. مين ده يا أولاد؟ سيف الدين قطز. فيقوم بمهام الدولة، وبعدين تيجي نكبة سقوط بغداد، يقعد برجال الدولة يقول لهم هنعمل إيه؟ يقولوا له اخلع المنصور، فيخلع المنصور، وبعدين يروح يهاجم في عين جالوت بفلسطين. وهم راجعين مين كان قائد الجيش؟ الظاهر بيبرس، يحب يروش على الأيوبيين، أخذ منهم حلب ودمشق. فقطز يوعد بيبرس بولاية حلب وبعد كده يرجع في كلامه، فبيبرس برنس في نفسه يروح قاتل قطز ويرجع هو اللي يحكم، وشوية بقى معارك حلوة قوي كده مع التتار بخطط محكمة على إنجازات علمية عملها، بنى مدارس ومساجد المصريين كانوا بيحبوه. وطبعا كلنا عارفين انه جامع الظاهر او الظاهر نسبة للظاهر بيبرس. نجري بقى بالاسامي علشان بس نربط ما بين المماليك البحرية والاسامي اللي احنا بنسمعها كل يوم. اولهم السلطان قلاوون اللي كان في هدنة مع الصليبيين ومعارك مع التتار، يجي بعده ابن الاشرف، وبعد الاشرف يجي اخوه الناصر محمد ابن قلاوون. وبعد ما مات مصر قعدت في عشوائية وهمجية في الحكم كده، والناس بتتخانق مع بعض لمدة 41 سنة لحد ما جه السلطان حسن. طبعا مسجد السلطان حسن له شهرة فريدة جدا، اللي ورا القلعة على طول، واللي ما راحوش فاتوا كتير. كان جوه المسجد ده مدرسة بيدرس فيها الاربع مذاهب، ولحد دلوقتي من كتر جمال الطراز المعماري بتاعه بيتصور فيه افلام ومسلسلات. ولما جت هوشيار هانم ام الخديوي اسماعيل تبني قدامه مسجد الرفاعي، قالت لهم انا عايزه مسجد ما يبانش قزم قدام عملاق. كمان المسجد ده لعب دور سياسي لما اوباما جه هو وهيلاري كلينتون، بدل ما يدخلوا مسجد الرفاعي اللي مدفون فيه شاه ايران وفي عداوه بين امريكا وايران، راح داخل السلطان حسن وما قربش تماما من الرفاعي. وينتهي حكم المماليك البحريه بعد السلطان حسن، ويجي من بعده المماليك البرجيه الشراكسه. الناس دول عندهم ايشوز شويه، هما كانوا بيهتموا بالعلوم وبناء المساجد والمدارس، وكان في ازدهار فكري وقتها، كان في فرض ضرائب غاليه جدا، وكانوا بيعسفوا المصريين، والظلم كان باين في وقتها.
المصريين ما كانوش بيطيقوا نفسهم لدرجه ان هم كانوا بيطفشوا من البلد ويروحوا على الحجاز والشام. نجري شويه الاحداث بس نعرف شويه اسامي المماليك البرجيه. طبعا من ضمنهم الظاهر برقوق وقايتباي وبرساي والغوري. ونقف عند الغوري. سليم الاول سلطان الامبراطوريه العثمانيه اتبلى على الغوري وقال ان هو بيوالي الفرس ضده، وده طبعا ما كانش حقيقي لان الفرس اصلا كانوا ضد الغوري، فهيواليهم ازاي يعني؟ بس طبعا الغوري فهم اللعبه وراح في معركه في مرج دابق شمال حلب واتخانقوا مع بعض، لكن طبعا العثمانيين كانت مدافعهم اشد واقوى فتهزم الغوري واتقتل. الكلام ده كان في 1516 وبدا يزحف سليم الاول على مصر. حاول طومان باي ان هو يدافع ويقف قدامه لكن ما قدرش وهرب، وبعد كده جابوه وصلبوه على باب زويله. فاضطر الخليفه العباسي ان هو يتنازل عن حكم مصر لآل عثمان. ودي كانت بدايه الفتح العثماني لمصر سنه 1517. وطبعا علشان المماليك مش سالكين ومش سهلين ومصر بعيد عن مركز الحكم العثماني وما كانش فيه لا سكك حديد ولا سفن بخاريه، وكان عنده مشكله تانية ان هو طبعا يخاف يحط ولي عثماني كده زرع لوحده ممكن يسيطر على مصر وينفصل عن الدوله العثمانيه. فقال لك بقى لا انا هعمل حاجه كرييتيف بقى، سيبوني كده انطلق. ايه بقى؟ هيقسم الحكم ما بين 3 جهات من ضمنها ولا المماليك على 24 مديريه في مصر غير الولي العثماني، وفي عسكر عثمانيين وسبع بكوات وديوان، والديوان ده له رئيس، وقعد يعمل دسائس ما بين الناس دي كلها علشان محدش يتفق وينفرد بالحكم لوحده. وكانوا بيستهبلوا في خراج مصر وما يردوش يبعتوا ويقولوا له لا اصل احنا هنبني جسر، هنحفر ترعه، ما فيش فيضان، ما فيش اي حاجه، ما كانوش بيبعتوا له اي حاجه الحقيقه يعني، راجل اتذل. وشويه تفاصيل كتيره كده وخناقات ما بين علي بيك الكبير واحمد بيك الجزار ومحمد بيك ابو الذهب، ولحد ما اعلن علي بيك الكبير حرب على الدوله العثمانيه. سبحان الله. وحاربها في اليمن والشام وفرض سلطته في الحجاز، وكان يعني مستقنيس وفرض قلوعه على الاخر لحد ما مات. وبعد كده راح مرجع الموضوع تاني تحت الولايه العثمانيه محمد بك ابو الدهب. فتره حكم ابو الدهب دي كانت نكد على المصريين ملوش اي وصف، قتل ونهب وضرايب وسرقه، ومصر كانت بحور دم والمصريين ما كانوش عارفين يروحوا فين من ظلم. وللجبرتي وصف دقيق جدا للمنازعات والمشاحنات اللي حصلت ما بين المماليك، وهتلاقوا المختصر بتاعها في كتاب الاستاذ احمد حافظ عوض نابليون بونابرت في مصر، هنحطه لكم في الديسكربشن بوكس على اليوتيوب. طبعا منازعات المماليك دي تدينا انسايت لرؤيه محمد علي للموقف، وقال لك انا مش هعمل زي سليم الاول وكل شويه بقى يتسلوا عليا ونطوا لي في كل حته. خدوا ملا القلعه، العشاء المتين، خلص عليهم وانتهى موضوع المماليك. بس نرجع بقى للمشاغبات اللي هم كانوا عاملينها دي. طبعا فرنسا كانت قاعدلنا كده وبريطانيا قاعدلنا كده، وكل واحدة عايزة تخش ترخم على التانية. في مصر لأي مستعمر في حاجة اسمها claimed quest و real quest. real quest ده بيبقى المغزى الحقيقي، أما claimed quest بيبقى السبب الوهمي اللي أنا ببيع بيه يعني عشان الزبون يشتري مني. فرنسا بقى كانت قاعدلنا ورقمة كل المماليك عمالين يعملوه، فقالت لك بس انا هدخل على مصر وهحمي مصر من المماليك، ودخلت بالخطاب الديني وهتطبق شرع ربنا. وطبعا بما ان المصريين كانوا كفرانين وطلعان عينهم من عك المماليك وهبل الدولة العثمانية فشربوا المقلب. اما السبب الحقيقي فطبعا هي كانت عايزة تفرض قوتها وسلطتها وتاخد مستعمرات اكتر من بريطانيا وتلحق بريطانيا وتقفل عليها باب التجارة بتاع مصر، لان مصر مكانها استراتيجي جدا في المنطقة. والحمد لله احنا وصلنا تاني. الفيديو الجاي فعلا بجد المرة دي هيبقى عن الحملة الفرنسية، بس بجد كان لازم نشرح ازاي الحملة الفرنسية دخلت مصر. وراندم شاوت اوت لاصحابنا وحبايبنا من الفيديو اللي فات، الانتر اكشن كان وهمي. في عندنا ناس على البيتش حيتان معلومات تاريخ، عندهم معلومات سرية وقيمة جدا، وده اللي طالبينه منكم في الفيديو ده. عايزين نشوف كومنتس فيها معلومات مفصلة واكتر عن المماليك. واللي ما يعرفش يدخل يقرا، هتلاقوا المصادر على الديسكربشن بوكس، خشوا اقروا وتعالوا قولوا لنا معلومات اكتر. عايزين اللي يشوف الكومنتس بتاعتنا يلاقي معلومات ويستفاد بشكل تفاعلي اكتر منه. وبنرحب بالناس الجديده، ولو عجبكم الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لليوتيوب شانل ولايك للفيسبوك بيج، وما تنسوش تتفاعلوا معانا وتنضموا لنا في القبيله بتاعتنا. هشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي.